معاش الى ايه؟ بقى نعمل نص هيدا عبيها بنص هيدا. يشكل فلتان تسعير الدولار في السوق السوداء من دون رادع ارتدادات سلبية على كافة تسعيرات السلع، فيما بقيت أسعار المحروقات ملحقة بوزارة الطاقة التي تحدد أسعارها يومياً. ولكن مع الحديث عن دولارة المحروقات، الأمر الذي سيؤثر حتماً على فوضى في تسعير الدولار لصفيحة البنزين في المحطات التي لن تلتزم بسعر محدد، وفي ظل عجز تام لوزارة الطاقة عن إصدار جداول متحركة لمواكبة تغير سعر صرف الدولار، جاء الاقتراح بإطلاق منصة إلكترونية تحدد سعر الصفيحة وفق تقلب سعر الدولار أوتوماتيكياً. اتجاه الوزارة والمديرية العامة للنفط بإطلاق منصة، وهذه المنصة رح تكون مرتبطة مع عدة عوامل. أول عامل رح يكون أكيد هو سعر المحروقات العالمي، واللي أكيد تأخذ الداتا الوزارة من الشركات المستوردة، ومرتبطة حصرا بسعر الدولار، تقلبات سعر الدولار بالسوق الموازي. وهذا الشيء ممكن نشهد ارتفاعات وانخفاضات خلال النهار، خلال الساعات إذا بدي، كل دقيقة بدقيقة عن سعر صفيحة البنزين. لنعتبر مثلا كنت صفيحة البنزين بمبلغ معين على سعر صرف الدولار على 37,000 ليرة، وشهدنا ارتفاع بالسوق الموازي للدولار، اوتوماتيكلي هيدي المنصة رح بتغير سعر صفيحة البنزين، اكيد عن طريق الوزارة والمديرية العامة للنفط رح بتم تغيير هذا السعر مع السعر الحقيقي والواقعي للدولار. بنشهد ساعتها من خلالها انخفاض او ارتفاع بسعر صفيحة البنزين. انشاء منصة بنقدر كلنا بننزلها على الهواتف الذكية تبعنا، رح بتكون نازلة على ستور، بننزلها بصير يجينا على التطبيق المعلومات الخاصة بسعر صفيحة البنزين وسعر صفيحة المازوت. ولكن هل سيكون لهذه المنصة إيجابيات على المواطن والمحطات والشركات، أم أنها لن تستطيع لجم الفوضى في حال قررت المحطات عدم الالتزام بالمنصة؟ الإيجابيات للمنصة أنه أول شيء عم بيصير في مواكبة كل لحظة بلحظتها لسعر صرف الدولار، وتغيير السعر صعودا او نزولا لسعر صفيحة البنزين، اللي بتخفف جزء من خسائر اصحاب المحطات والشركات. انما سلبياتها كبيره. المنصه اليوم رح تطلع تحط كل سعر بسعره، يعني كل اصحاب المحطات لنفترض بنص النهار بيعوا على سعر معين للدولار وما لحقوا يروحوا عند الصراف استبدال العملة الوطنية بالدولار الأمريكي، هيكونوا هن بيعوا على سعر معين وراح الدولار راحت يصرفوا عند الصراف، صار السعر بالسوق الموازي أغلى بكتير من ما هن بيعوا، وبالتالي خسروا من رسميلون وخسروا من قيمة البضاعة اللي هن بيعوها. اليوم بعض المحطات راح تضل معتمدة سياسة عدم تسليم المحروقات بظل التقلبات بسعر صرف الدولار. لو صار في عنا منصة ومواكبة لسعر صرف الدولار، بس إذا شهدنا ارتفاع سريع وارتفاع بشكل جنوني لسعر الدولار، أكيد رح تفضل لمحطات التسكير وعدم تسليم المادة. هل ستكون هذه المنصة الحل المناسب لأزمة المحروقات المتجددة مع مطلع كل يوم؟ المنصة أكيد بالطبع ما رح تحل المشكلة الموجودة، وما رح تشيل الخسائر اللي رح يتحملها أصحاب المحطات، كون رح يصير في كمان تحمل خسائر بين الأسعار الدولار وارتفاعه الجنوني. بعدنا على مطلبنا الحل بتحرير أسعار المحروقات وتحويله إلى سوق حرة، واعتماد سعر صفيحة البنزين بالدولار الأمريكي حصرا، لأنه ولا محطة اليوم قدراني أو تستمر بتحمل الخسائر وكله نتيجته من وراء تقلبات سعر صرف الدولار. إذن ها هي وزارة المعجزات تخترع حلا وهميا كعادتها في المعالجة. والسؤال لكم أيها المشاهدون، هل ستكون أعينكم على هواتفكم لتتبع تقلب أسعار البنزين وفق المنصة؟ شاركونا تعليقاتكم.